بينما الخطا الان شوف هنا الشلهوب ولا القحطاني، الشلهوب يلعب كره جول محمد الشلهوب، ولد بندر في المرمى، وهدف ثاني للفريق الهلالي، وهدف التعديل ياتي في شوط مباراة ثاني، واثنين اثنين اثنين اثنين. لعب كرة الشلهوب صعبة صعبة على فايز السبيعي، والتهاني تنهال على الشلهوب. شوف الكرة صعيبة 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 على حارس المرمى، والهدف الثاني للهلال، التعديل يأتي ومن خلال كرة ثابتة محمد الشلهوب بيسارية على يسار حارس المرمى. فايز السبيعي 2-2. رجعنا مثل ما كنا، رجعنا مثل ما بدينا، والهلال سجل الثاني و2-2. وقلت لك قبل الخطأ لو سجل الهلال الثاني مهيئ أن يسجل الثالث. هنا كرة أمامية، استلام القحطاني وإلى ركلة مرمى، إشارة من حكم اللقاء كالديرون من خلال الأسماء